أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ للحاجة، إذا كان يخرج للحاجة يتوضأ أو لحاجة خفيفة ويرجع فلا بأس بذلك، أما أنه يخرج ولا يرجع فهذا يكره له ذلك. نعم، انتهى. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.